السلام عليكم. الفترة الحالية برشا أخبار قاعدة تدور على لاعبينا الدوليين، بما أنه الماركات الشتوي على الأبواب، وقت اللي يكون خبر مصدره وسيلة إعلام عالمية، لهنا ما تنجمش تكذب الأخبار، لهنا ما تنجمش تشكك فيه، لكن من جانب آخر الوقت هو اللي أكد لك يندرى الأخبار صحيح ولا غلط، لكن وقت اللي يكون خبر من وسيلة إعلام تونسية، لهنا لازم تربطه بأخبار آخر باش تتأكد منه يندرى صحيح ولا غلط. على سبيل المثال بعض الأخبار من بعض الوسائل التونسية تقول حارسنا الدولي حارس النادي الرياضي الصفاقسي أيمن دحمان في القائمة الموسعة لموناكو الفرنسي. ساعة خليونا نعرفوا شكون حارس موناكو. الألماني ألكسندر نوبل حارس عمره 26 سنة قيمته التسويقية 10 مليون أورو على حسب الترانسفير ماركت. الحارس اللي قاعد يقدم في مستوى كبير إلى حد الآن في البطولة الفرنسية. ولهنا السؤال المطروح، علاش موناكو الفرنسي عنده حارس في قيمة ألكسندر ويفكر في حارسنا الدولي أيمن دحمان واللي باش يخليه في القائمة الموسعة؟ الجواب يجينا من صحيفة 90 دقيقة وبعض الصحف العالمية اللي طرقت للموضوع. ألكسندر نوبل هو حارس بايرن ميونخ الألماني واللي انتقل لموناكو على سبيل الإعارة. إدارة البافاري تفكر في إعادة الحارس ألكسندر نوبل في الميركاتو الشتوي. علاش؟ كنا نعرف الحارس الأول في البافاري هو نوير، الحارس الأول في المنتخب الألماني، لكن نوير بعد مونديال قطر السيد مشى يتفسح، السيد مشى يتزحلق في الثلج، ياخي تكسرت ساقه ما يرجع كان بداية الموسم القادم. هنا كما قاعدين نشوفوا مع بعضنا صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية تقول إدارة بايرن ميونخ متشائمة من معوض نوير، يعني بنسبة كبيرة ممكن في الميركاتو الشتوي نلقاو الحارس ألكسندر نوبل اللي انتقل فريق موناكو على سبيل الإعارة يعود للبافاري. وبعد الأخبار هذه النجم ونفهمه أنه فكرة أنه يكون أيمن دحمان في القائمة الموسعة الفريق موناكو الفرنسي هذا أمر عادي جدا، لكن يندرى أيمن دحمان ينجم يكون الحارس الأول في موناكو؟ يندرى أيمن دحمان إمكانياته تسمح له باش يكون الحارس الأول أو حتى الحارس الثاني في فريق في قيمة موناكو وفي بطولة في قيمة الدوري الفرنسي؟ حاليا موناكو خامس الدوري الفرنسي، جمعة التالي خامس الدرجة الثانية الفرنسية فريق غرونوبل. كيف كيف وضع أيمن دحمان ضمن القائمة الموسعة وفي الأخير أصرف النظر عليه؟ فريق غرونوبل في درجة ثانية فرنسية غض النظر على التعاقد مع أيمن دحمان. أيمن دحمان متواجد في القائمة الموسعة لموناكو، متواجد في الدرجة الأولى الفرنسية، لكن ثم فريق آخر يرغب في خدمات اللاعب وهو فريق متواجد في درجة أولى سعودية. بصراحة كأيمن دحمان الحارس الأول في المنتخب التونسي قدم دورة ناجحة في مونديال قطر، قبل كان هدف وحيد ضد المنتخب الأسترالي، يعني حارس عنده إمكانيات محترمة، لكن أنه باش يكون حارس متواجد في درجة أولى فرنسية بصراحة والحقيقة تقال مازال ما عدناش حراس أنهم يكونوا حراس في درجة أولى فرنسية. نتمناه ونعود ونتمناه وما نقعد وكان نتمناه أنه أيمن دحمان ينتقل أحد دوريات الأوروبية على سبيل المثال دوري سويسري، دوري دنماركي، دوري يوناني، لكن أنه ينتقل للدوري الفرنسي هذا بصراحة مازال بعيد على أيمن دحمان. رانا كي نحكيه في الكلام هذا رانا ما نش نقله في قيمة دحمان، لأنه دحمان أفضل حارس في البطولة الوطنية، أفضل حارس في المنتخب التونسي، يعني ما نجمش يلعب في الدوري الفرنسي في أحد الدوريات الخمس الكبرى يعني من غير ما نقعد ونحكيه على بقية الحراس. باش نختموا الحلقة بحارس المنتخب المكسيكي فرانشيسكو أوتشوا، كان الحارس الأول للمنتخب المكسيكي في مونديال قطر، خاض 3 مقابلات ضد المنتخب الأرجنتيني، ضد المنتخب السعودي، وضد المنتخب البولندي، من 3 مقابلات قبل 3 أهداف. الحارس عمره 37 سنة ينشط في فريق كلوب أمريكا المكسيكي، وقت اللي فريق أوروبي حب عليه مباشرة يلقى روحه في الدوري الإيطالي من بوابة ساليرنيتانا، يعني لا قعد ضمن القائمة الموسعة ولا هم يحزنون. نحكيه على حارس عمره 37 سنة، أول مقابلة ليه كانت ضد ميلان الإيطالي، المقابلة انتهت بفوز ميلان 2-2، لكن أوتشوا صراحة قدم مقابلة بطولية، قدم مقابلة خرافية. يعني زايد الحديث، وقت اللي فريق أوروبي يحب عليك لا قائمة موسعة ولا هم يحزنون، ديريكت ومباشرة تلقى روحك في الفريق. لذا حظ موفق لعبنا وحارسنا الدولي أيمن دحمان، إن شاء الله مستقبله أفضل من حاضره. في الختام كالعادة البياري ما تبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.